عايزين نقول لمين بقى كل سنة وانت طيب لكذا حد، وعايزين نسمع من كذا حد برضو بيهنوا مين السنة دي في أول السنة. أنا أحب جدا من قلبي أقول كل سنة وانت طيب لواحد من أجمل وأروع وأطيب وإيه كمان، ومن أكثر الفنانين فنا ومن أكثر البشر طيبة، الفنان الكبير جدا 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 أستاذ لطفي لبيب. كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة وإن شاء الله عيد سعيد. وحضرتك طيب يا أستاذ يوسف، يا رب يخليك. متشكر جدا جدا جدا. ده أنا اللي متشكر جدا 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 إنك سمحت لي أعرف أعيد عليك وهنيك. ده انت ازاي عارف ده كده بقى عيد؟ لا بس عايز اقول لك على حاجه. قول لي. الله يخليك. انت عارف احنا في ايام شكلها ايه؟ عارف انت لقيت ضمنه في حياتك؟ يوه اوعى تقول لي قفل الضمنه. لا، لما نخلص دور الضمنه بنبشك بنبشك الورق. ايوه، فاحنا دلوقتي عايشين في وقت بشتكة. في البشتكة. والله وقت بشتكة، المناخ بيتغير والجغرافيا بتتغير وحروف في كل مكان والبيئة بتتغير. احنا في عصر البشتكة. عندك لو بصيت هنا هتلاقي ليبيا والسودان وطبعا غزة دي كوم لوحدها، وعندك روسيا وعندك النيجر وعندك الدنيا بحر الصين العظيم، وعندك ايه ده كله؟ ده ايه المشاكل دي كلها؟ ما كل هذه البشتكة؟ ما كل هذه البشتكة؟ طب هي كويس انها ماشية بشتكة. انت ما اعرفش والله. هقول لحضرتك كويس انها بشتكه، يعني لو طالما جبنا سيره الضمنه ما هي حاجه من اتنين، يا تقفل يا تبشتك. فخلينا في البشتكه احسن من القفله. البشتكه تمهيدا لبدء دور جديد. صح. نتمنى دور جديد. طب تتمنى في الدور الجديد بتاع الضمنه الحياه ايه في 2024؟ اتمنى اول حاجه ان موضوع غزه يخلص يا رب. يقف اطلاق النار، ده نمرة واحد بالنسبة لي. أيوه. نمرة اتنين السودان. نمرة تلاتة الحروب اللي ملهاش لازمة كلها. والله. نمرة أربعة ليبيا دي شرق وغرب. نمرة خمسة سوريا تستقر وتبقى دولة زي ما كانت. لبنان تستقر وتبقى دولة زي ما كانت. كل ده في البشتكة شغال. مضيق باب المندب. كل ده مع بعض نسمع كله مع بعض. أتمنى صحيح. إن الدنيا تهدى شوية عشان نعرف ناخد نفسنا ونبقى كويسين. أنا عندي أمنية في 2024. إيه خير؟ أنا عاوز أجي لحضرتك ونقعد نتكلم عن البشتكة وخلافه. والله. والله ايه رأيك؟ ايوه الدنيا متبشتكة خالص. خلاص نقعد نتكلم على كل ملفات البشتكة في السياسة وفي الفن وفي الدنيا وكل حاجة. ايه رأيك؟ ده بجد في كل حاجة. تحقق لي امنيتي يا استاذ لطفي. ده شرف كبير. لا انا اللي اتشرف، بالعكس اي حد فينا انا وزمايلي يتشرف. ده يوم الهنا بالنسبه لي. ده يوم المنى بالنسبه لي. يبقى هو ده العيد. ده لا ده احنا بعد العيد ان شاء الله. هم يقولوا بعد العيد ما يتفتلش كحك، احنا هنيجي بعد العيد نفتل كحك ونبشتك ونبشتك ونبشتك. والله خلاص. انا هعمل كده وهبقى انت سعيد جدا. انا صح ولا غلط في الرؤيه؟ لا هي بصراحه رؤيه بقدر ما هي مختلفه تماما بقدر ما هي واقعيه جدا جدا جدا. ولفظ البشتكه ده لفظ افتقدناه من زمان، ما يعرفوش غير لعيبه الضمن الاوادم. يقول لك يقول لك يلا بينا نبشتك عشان نبدأ دور جديد. بشتك الدور.
بشتك الضمنة. الحمد لله. الحمد وكل لله. سنة وأنت طيب يا حبيبي. وحضرتك طيب يا أستاذ لطفي. وكل مصر طيبة. آمين آمين. وكل العالم العربي طيب. آمين. والعالم كله. يا رب كل الإنسانية يا رب. الله يخليك. يا رب كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة عليك وكل الصحة وكل العمر بإذن الله. كل الشكر لفناننا الكبير جدا 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 الممتلئ بل ويقطر روعة لطفي لبيب.